رمضان زان جوك زان لك شوقي ملا قلوبنا أهلا وسهلا موسم الغفران شهر الخير غير والله غير رحمة وتكفير رب تجمعنا على خير وتذهب فيكم أصدقائي كديرين لبس عليكم أتمنى تكونوا كلكم بخير على خير غير ديت صوفيا بنتي السويع ديال لونجلي وقلت أرى ندير لكم مقدمة هنا في الشارع دائما كندير لكم غير في الكوزينة ديالي عجبتني هنا الجردة قلت أرى ندير لكم فيها المقدمة وكنفكر أنا غادة وأنا شوف رمضان شنو كيدير كديرين انتم مع رمضان أنا غادي وأنا كنتفكر أشنو غادي ندير الفطور كنختارع بحالي بحال أي بحال اي ام في البيت كتقول شنو غادي دير اليوم الفطور للولاد ديالها والزوج ديالها وتفكرت قلت راه عندي واحد شويه ديال الحوت والخضره وداكشي في الثلاجه وقلت غادي نوصل غادي ندير لكم واحد اروع والد واحسن فايله اقتصاديه وبالمكونات اللي عندكم في المنزل ديالكم ودابا اشنو غادي ندير بكم دويره هنا في الجرده تشوفوا الجو راه زوين جو رائع اليوم شويه في واحد البرد اللي واش غنقول لك واش شعري كيطير للفوق وغادي نديكم للكوزينه ويلاه بينا للدار نشوفوا واش السعديه غادي تحضر معكم اليوم ما تنساوش تجربوا البايله ديالي بالخضره والحوت والدجاج راه كتجي تاكلوا عليها السبعان وكتجي لذيذه واقتصاديه وعلى حساب الجيب ديالكم كما كنقول انا يلاه بينا الله على بركه الله يا اصدقائي انا حرت اليوم اشنو غادي ندير للفطور وبقيت كنفكر ونطحن لي الثلاجه ديالي وقلت اشنو غادي ندير يعني غادي نفكر اشنو غادي نقور كما كنقولوا حنايا شي تفكيره اللي غادي دير لي الفطور وانا لقيت تبارك الله ما شاء الله هاد شويه ديال الخيرات عندي عندي الدجاج عندي الحوت عندي اللوبيا خضراء عندي الجلبانه عندي الفلفله حمراء خضراء عندي البصله وعندي الرز وعندي زيت الزيتون والخرقوم والملحه ودابا غادي ندير لكم واحد البايله اللي كتطلع رائعه وشهوه منها وبلا ما تحتاجوا تخسروا واحد 10000 ريال ديال الحوت باش غادي نديروا البايله غير بهذه كتطلع رائعه و وشهيه ولذيذه والزيت ديال الزيتون احسن حاجه كيعطيها المذاق بسم الله غادي نبداو نقطعوا البصله ديالنا غادي نقطع البصله ديالي نقطع طريفات رقاقين على هذا الشكل هذا ها انتم معايا كلشي عشوائي ما كاين لا زواق ولا حتى شي حاجه وجربوا هذه الطريقه ديالي ديال البايله راه غادي تجيكم زوينه بزاف واقتصاديه ولذيذه لذيذه لذيذه كتعجب الكبار والصغار وتعجب لكم عديزاتكم وتعجب كلشي الناس وتعجب الدراري الصغار وتعجب كلشي راه انا كنكون نهضر كنتلف ما تعرف ما نديرهاش شوف نقطعوا البصلات البصيله ديالنا راه هاد البصيله هادي بحال هاد الشكل راه ما كتبقاش راه كتذوب انا دابا هادي عندي بصله حمراء بصله بيضاء عفوا تقادات لي ديك البصله الحمراء اللي انا كنت كندير بها هنايا وجدت المقله ديالي ها هو ولا الطنجره هاد المقله هي اللي عندي كبيره عندي الطنجره غارقه ولكن قلت المقله هي اللي غندير فيها غندير فيها البصله وغادي ندير معاها الفلفله دابا قطعنا البصله ديالنا نزيدو نقطعوا الفلفله نقطعوا الفلفله ديالنا حتى هي تقطعوها طولي ومن بعد نقطعوها بحال هكا طراف ما هما صغارين ما هما كبارين الا قطعناهم صغار غاديين يذوبوا لينا في القلي نخليهم على هذا الشكل هذا بلاتي غنقربها لكم بحال هكا نخليهم هكا طريفات شويه كبارين نقطعوا الفلفله الحمراء كتعطينا واحد اللون زوين وكتعطينا واحد المذاق زوين وغنيه غنيه غنيه بالفيتامينات حتى هي نديروها في المقله ديالنا ونزيدو دابا نقطعوا الفلفله الخضراء نحيد منها هذا الطريف هذا حتى هي غنقطعها هكا طولي هذا غنقطع طريفات بحال الاخرى يمكن لا كلشي الناس كيعرفوا يقطعوا المهم انا كنقطع كلشي عشوائي شوفي نطارت واحد الفلفله طارت ما عرفتش مشات المهم غادي نزيد نص كاس العنبه او كاس لارو داكشي عينكم ميزانكم ديال زيت الزيتون زيدي يا اختي السعديه زيدي 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 حقاش الزيت هو كيعطي واحد المذاق زوين بزاف 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 للرز وغادي دابا نقليها واحد نشحرها او نقليها او نسلطيها كل واحد كيفاش كيقول على هذا الشكل هذا غادي نسلطيها واحد شويه حتى تطلق داك المذاق ديالها عاد غادي نزيد عليها الرز انا غنقول لكم شحال ديال الرز اللوبيا الخضراء عندي انا عندي هاد اللوبيا ما هي خضراء ما هي بيضاء هكذا هكا ناتورال طبيعيه
كانت عندي كونجيلي على حساب باش نديرها في الطاجين، كنت مقطعاها كذا شويه طولي، دابا غنزيد نقطعها اطراف صغار. اذا كانت عندكم اللوبيا طويله خصكم تقطعوها على حساب الباينه باش تجي زوينه مع الروز ملي تسربي وتجي باينه دوك الطريفات ديالها. قطعوها هكذا صغيره. كنخلط عندي اللوبيا، حقاش اللوبيا فيها نفس الفيتامينات، واخا خضراء واخا. المهم هنايا عندنا حنايا في اسبانيا كتكون عندنا هاد اللوبيا، وكتكون اللوبيا بحال هذه كتكون حمراء. كاينه اللوبيا الحمراء، كاينه اللوبيا الصفراء، كاينه اللوبيا خضراء بزاف، كاينه اللوبيا اللي ماشي خضراء بزاف، ولكن كلها طريه او فريش، والمذاق ديالها زوين. المذاق ديالها ولا اروع يا خوتي. هكذا نقطعها كطراف، راه خرجتها واحد شويه واحد نص ساعه قبل ما نبدا باش تلقات ليا، باش نقدر لان يعني كانت قاصحه باش نقدر نقطعها هكا طريفات. غنقطع الزلافه ديالي، زلافه ديال اللوبيا زلافه. ودابا ملي الفلفله والبصله تلقات ليا الفيتامينات ديالها واللون ديالها الصفر اللي لذيذ لذيذ وزوين، غادي نزيد عليها 350 غرام ديال الروز. الروز هكذا، الروز اللي كيقولوا لي نسال بحال نسال الطير، هكا الروز طولي بلا ما تغسلوه، بلا ما ديروا ليه حتى شي حاجه، لان لو غسلتو ما غاديش يبقى فيه داك النشا اللي هو اللي كيعطينا لذه وكيعطينا خطوره وكيعطينا التشماع، كيولي لينا البايله كتولي مشمعه. واحد الروزه هكذا شويه كحله غنحيدها، وغادي نشحرها حتى هي او نصوطي مزيان 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 مع البصله والفلفله. وملي تصوت ليا الروز مزيان عاد باش غادي نزيد عليه الخضره الاخرى. نصوطيو هكذا ما نخليوش يحبس، نبقاو نقلبوا فيه والعافيه تكون مجهده باش يتصوت لينا الروز، لان الروز ملي كيتصوت كيطيب واخا كيطلق داك الشمع ديالو او الدقيق ديالو كيبقى حبه حبه ما كيتعجنش. واخا يكون اي روز رخيص كما كان، ما تبقاوش تفكروا في الروز الغالي، راه الا صوطيتيو الروز اي واخا ديروا الروز بيض ودرتو وصوطيتيه مع الزيت قبل ما تخوي عليه الماء راه كيجي زوين وكيطيب حبه حبه وكيجي كيحمر الوجه. هذه نصيحه مني ليكم، غادي تنفعكم في الطياب ديال الروز للناس اللي ما كيعرفوش يطيبوا، تيقولوا لا خصني نشري الروز يكون مزيان عاد باش ما يتعجنش ليا. ودابا غادي نزيد اللوبيا اللي انا قطعتها هكذا زلافه صغيره ديال اللوبيا على حساب هذا القد ديال الروز، زلافه صغيره حتى هي غادي نصوطيها حتى هي مزيان معاهم. وغادي نزيد نص زلافه ديال الجلبانه، وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم. الخرقوم تقدروا ديروا معلقه باش يجيكم، ولا ما درتوش الخرقوم ديروا الملون، انا ما كيعجبنيش الملون كندير غير الخرقوم. معلقه صغيره ديال الخرقوم باش تعطينا اللون، انا الخرقوم صحي على الملون، واللي بغى يدير الملون يدير الملون. ونزيدو نقليو الخضره ديالنا او نشحروها مزيان 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 ونخلطو مزيان. ودابا نزيدو الدجاج، عندي هنايا 250 غرام ديال الدجاج قطعته بحال هكذا بالعظيمات ديالو كلشي باش يعطي المذاق. غنزيد الدجاج ديالي حتى هويا كلشي هادشي ونشحر مزيان قبل ما ندير الماء، حتى يتشحر ليا كلشي مزيان او يتسوطى او يتقلى عاد باش غادي ندير الماء. راه صدقوني يا خوتي كيجي هذا الروز هذا كيجي لذيذ 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 بزاف. نعاون بواحد المعلقه نخلط مزيان، زيد شويه في البوطه نقصت منها، خلط الدجاج. ودابا غادي نغطي عليه هو الروز، نغطي عليه واحد الجوج ثلاثه ديال الدقائق عاد باش ندير الماء. دابا ملي تصوطا ليا كلشي الخضره والروز وكلشي غادي نغطي عليه، هيدا الروز اللي لصق هنايا، وغادي نزيد عليه الماء كافي عيني ميزاني. الماء هو اللي ما نقدرش نقول لكم شحال، انا عندي هنايا اطرو ديال الماء غادي نفرغ حتى يتغطى ليا الخضره وتغطى الروز هكا، ونشوف واش غادي يعطيني اطرو نص اطرو بحال هكذا. ملي تغطى ليا الروز يعني على حساب نتوما عينكم ميزانكم، ملي تغطى الروز
صافي دابا هذا راه كافي، ما نقدرش ما نبقاش نزيد عليه كتر. بحالة درت 700 مليلتر ديال الماء، 700 مليلتر ديال الماء، مع عندي هاد الكاس فيه العبار، درت فيه ميلي ودابا بقات 300 ديال الماء. دابا غادي نغطي الروز ديالي والخضره وغادي نخليه حتى من بعد ملي قرب يطيب عاد باش ندير فوقه السمك. الملحه دائما على حسب الذوق، انني درت معكم كل شيء وما درتش الملحه، انا غندير معلقه ديال الملحه، معلقه ما كبيره ما صغيره ديال الملحه. دابا ملي الروز بدا تينشف بدا كيشرب داك لاصوص ديالو غادي نبدا نقاد عليه الحوت من الفوق، هاد شويه ديال السمك اللي هو عندي، عندي هنايا واحد 350 غرام ديال السمك، غنزينها من الفوق على حساب ثلاثه ديال الناس، انتما لكم الاختيار، بغيتو تكثروا كثروا، بغيتو تقلوا قلوا، المهم انا غير بغيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي، كتجي زوينه واقتصاديه وبداكشي اللي عندك في المنزل ديالك بلا ما تحتاج تكلف على راسك، يعني بلا ما تحتاج تبقى تشري 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 وتحط في السمك ودير غير هذا، راه كيجي به الروز زوين وكيجي لذيذ وكيجي رائع. هاتي غادي نقاد من هنايا، هادي نحيدها منه نحطها هنا ونقاد هادي هنا، وانتم قادوا على الشكل اللي انتم يعجبكم، انا نقادو كل لان العين كتاكل قبل الكرش. وغادي نزيد عليه من بعد، من بعد ملي ينشف كاع كامل عاد غنزيد عليه شويه ديال السلامي، عندي شويه ديال السلامي غنزيد عليه واحد 6 ولا 7 ديال السلامي، هادو اللي بحال هكا طوالين غنحيد منه ما سميتو وغنزيدو منه، ما غنديرهمش دابا باش ما يتفكوش. ودابا ملي ينشف ليا الروز غادي نزيد عليه السلامي من الفوق وغنسد عليه في داك الصه، وغنطفي العافيه وغنسد عليه في داك الصه ديالو، غادي يعطيه غادي يطيب لحقاش السلامي دغا كيطيب ما كيتعطلش. هكذا غنزينو هكذا وصافي، وها هما عندي اكله لذيذه وزوينه وبايله رائعه. والروز شو كيجا، شو الروز كيجا، اسمحوا لي شو الروز كيجا، حبه حبه هانتوما شوف، ما معجن ما ملصق ما والو، صافي شفتوه دابا نشف هكذا بوحدو. دابا غادي نغطي عليه وغادي نخليه، غادي نطفي عليه البوطه وغنخلي داك الصه ديال الروز هو اللي غادي يرجع يطيب لنا شويه السلامي، لان السلامي طيب نغطي عليه ونخليه شويه يرجع فيه الصاد، ومن بعد نوريه لكم في صحن التقديم. هو الروز ديالي شوفوا كيفاش خرج، هذه الوصفه راها زوينه بزاف ورائعه كنصحكم بها، اقتصاديه، الروز خرج حبه حبه، طيبت الشربه. وانا غادي نتقاسم معكم شويه ديال الفطور ديالي، تقاسم معكم هذه الوصفه ومن بعد غنتقاسم معكم المائده ديالي ديال الفطور. نتمنى يعجبكم هذه الطريقه ديالي في الروز، الروز الاقتصادي، الروز على الناس اللي ما عندهمش بزاف ديال الفلوس فهاد الشهر الكريم وقادر وما قادرينش يشريو، لان السمك راه غلا بزاف، على قد كل واحد على قد الجيب ديالو. تقدروا ديروه باللحم ديال البقري طراف ولا اللحم ديال الغلمي طراف ولا اللحم اللي كاين عندكم، وديروا معاه الخضر وتزيدوا عليه شويه ديال السمك من داكشي اللي حاضر عندكم في المنزل، وراه كيجي لذيذ لذيذ وكيجي زوين. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديالي اللي انا تقاسمت معكم اليوم، راه كتجي رائعه واقتصاديه وبنينه ولذيذه بزاف. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس ودعموني، شكرا لكم، الله يحفظكم يا ربي. يا اصدقائي انا ساليت وجدت الفطور ديالي، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، هذا هو اللي وجدت. سلقت شويه ديال البيض بلدي وشويه ديال التمر والحلوى الشباكيه وسلو، انا مجدهم معاكم في القناه، حاطه لكم الوصفه، ودرت الشربه ديال الخضره اللي طريقه ديالها بحال الحريره. صافي وهذه هي البايله ديالي، ها هي شوفوا كي تجي، انا جبت لكم حتى لهنا باش تشوفوها بالضوء، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه واقتصاديه. وبداكشي اللي عندي في المنزل دبرت على راسي كما كيقولوا، وعجنت الخبز، وجدت الخبز الدار، ودرت شويه ديال العصير ديال البرتقال والتفاح، وعمرت اتاي وصافي، الله يخلف الله يجعل البركه، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. وهذا هو الفطور ديالي، قلت غادي نتقاسمه معكم اليوم 13 يوم في رمضان، لانني انا في اسبانيا وحنا صمنا بنهار قبل المغرب.